دخل مدرسة كويس، خد أولى وتانية كويس، خد شهادة إنه بيحفظ القرآن وأمور ماشية معاه كويس جدا. بعد كده بقى يعني في آخر لما كان عنده 8 سنين بقى، لما أخواته يضربوه بقى يغلبهم، هو أصغر واحد وهم كبار بقى يغلبهم. وهو عنده 8 سنين لما أخواته اللي هم أكبر منه، كان لما حد يجي يضربه أو يعرفه الصح من الغلط أو يعاقبه كان طبعا بيغلبه، بيغلبهم، يكونوا كلهم ملومين عليه عشان يضربهم أو يضربوه، هو يغلبهم، يكسر أي حاجة الإنسان اللي من سنه مقدرش يعملها، يقطع هدومه بإيده بالسكينة. الكلام ده عايشنا معاه لغاية ما وصل ل 12 سنة. لما بقى عنده 12 سنة بقى يعمل حاجات فوق الغريبة جدا. زي ايه؟ أول حاجة بقى يولع في شعر دماغه وياكله، يقطع هدومه بإيده أو بالسكينة. مرة دخل الحمام، دخل الحمام وكان في إيده سكينة، وقعد في الحمام أكتر من ساعتين ثلاثة. أنا رحت أبص عليه بحسبه يعني نام، ما كانش لسه حاجة بتظهر عليه إن هي، إن أنا هحكي لكم بعد شوية. لقيت ماسك السكينة وبيقطع حتة لغاية اكتشفت إن هو بيرسم حروف على هدومه. لا، الحروف دي اللي هدومه بتتقطع بشكل حروف. هدومه كانت بتتقطع بشكل حروف، بشكل حروف، سواء بالسكينة سواء بإيده، سواء لو عمل حادثة بالمكنة، سواء لو وقع في الأرض وهو ماشي، بتتقطع كلها بشكل حرف واحد بس. ايه هو الحرف ده؟ انا مش فاكره والله. تمام، انا مش فاكره. لقيته بيبص كان من حته في باب الحمام، اتاخر قوي في الحمام، مفيش سكينه مفيش حاجه. لقيته ماسك السكينه وبيقطع حاجه من جسمه بتخص رجولته. قلت لجوزي، جوزي فتح سايسه كده، فتح الحمام بالراحه، وخد منه السكينه ورماها بعيد عنه في الحمام من غير ما يحس. خده فوقه على الحوض. هو كان بيخش الحمام بيقعد كتير؟ بيقعد بخمس ست ساعات بينام، يعني بمعنى صح في الحمام، واكتر مكان يستريح فيه الحمام. اكتر لو متضايق في اي مكان، في الشارع، في البيت، في اي مكان، ودخل الحمام يقعد بخمس ست ساعات، محدش يقدر يخبط على باب الحمام. لا، جربتوا تخبطوا على باب الحمام؟ اول ما يخبط على باب الحمام يطلع يبهدل الدنيا. يعمل ايه؟ اول حاجه يخنق نفسه، يبص للسقف، وبعد كده يمسك اللي قدامه يضربه، يمسك الدنيا يكسرها، يمسك هدومه يقطعها، يشقلب اي حاجه. هو بعد ما يحصل ده كله ويقع في الارض ويبهدل نفسه او يبهدل اللي قدامه، ولما يفوق هو في ايه محدش. انتوا كل ده كنتوا فاكرينه مريض نفسي، لحد دلوقتي ما عارفينش ان هو في عشيره، في جنيه عشقاء او في عشيره هي اللي لابساه. بيقول